كفن الشهيد جاهز، وبكل فخر وبكل اعتزاز نحمل هذا الكفن، ولا زالت لدينا أكفان أخرى مجهزة لشبابنا وفريدات أكبادنا سنقدمها لهذا الوطن. نحن في انتظار شهداء أكثر لتزدهر البحرين، ليزدهر هذا الوطن، لينتصر الدين. وكما قالت سيدتي ومولاتي: ما رأيت إلا جميلة، ونكررها مرارا: ما رأينا إلا جميلة. ما هذا إلا سعادة، ما هذه إلا سعادة في الدنيا وفي الآخرة، وهذا شرف لنا ومكرم لقد كرمنا الله بها سبحانه وتعالى. لنا الفخر والاعتزاز بهذه الشهادة، إن كانت شهادة فأهلا وسهلا بتلك اللذة، ونحن في انتظار تسليم باقي شهدائنا، ننتظر استلام الجثة إن أمكن، وهذا كفن الشهيد ينتظره، ونحن فرحين بهذه المكرمة الإلهية. دمتم في رعاية الله، دعواتكم للبحرين بالنصر والفرج إن شاء الله.